موضوعنا اليوم هو الطريقة الثانية لإيجاد الحل المثالي أو الحل الأمثل لنموذج النقل. الطريقة الأولى لإيجاد الحل المثالي هي كانت حجر التنقل اللي هو ستون أو المسار المتعرج أو المسار المغلق. وأذكر أيضا إنه كان عندي ثلاث طرق لإيجاد الحل الأولي وهي طريقة الزاوية الشمالية الغربية وطريقة أقل تكلفة وطريقة فوجل اللي هي كانت طريقة الفرو إذا اليوم نتناول الطريقة الثانية لإيجاد الحل الأمثل لنموذج النقل وهي طريقة التوزيع المعدلة أو أحيانا نسميها طريقة التوزيع المعدل The Modified Distributed Method The Modified Distributed Method تتلخص خطوات هذه الطريقة باختيار مثالية الحل كالآتي: الآن نأخذ خطوات هذه الطريقة. أول خطوة وهي تكوين معادلة لكل خلية مشغولة في جدول الحل الأول وفقاً للعلاقة التالية: UI سي جي اذا بعد ما نجد الحل الاولي باحدى الطرق الثلاث هناك بعض الخلايا تكون مشغوله وهناك بعض الخلايا تكون فارغه او غير مشغوله الان طريقه التوزيع المعدل تقتضي او تتطلب اولا تكوين معادلات للخلايا المشغوله للخلايا المشغولة على النحو التالي يو اي جي يساوي سي اي جي هنا يو اي هو متغير خاص بالنسبة للصف و جي متغير خاص بالنسبة للعمود وCIG اي جي تكلفة عبارة عن تكلفة الخلية المشغولة التي نشكل إلها معادلة إذا يو اي هو المتغير الخاص بالصف اي والذي تقع فيه الخليه المعنيه او الخليه المشغوله اللي احنا نشكل لها المعادله. وفي جي المتغير الخاص بالعمود جي والذي تقع فيه الخليه المعنيه او الخليه اللي احنا نشكل لها ايش؟ معادله. سي اي جي تكلفه الخليه التي تقع في الصف اي والعمود جي. اذا اول خطوه هو تشكيل معادلات للخلايا المشغولة على النحو التالي يو اي بلس في جي يساوي سي جي حيث يو اي متغير خاص يتعلق بالصف اي و في جي متغير خاص يتعلق بالعمود جي اذا هنا يو اي متغير خاص بالصف اي وهنا في جي متغير خاص بالعمود جي يعني مثلا عندي أربعة أعمدة يكون U V1 V2 V3 V4 مثلا عندي ثلاث صفوف U1 U2 U3 إلى آخره <applause> إذا أعيد الخطوة الأولى وهي تكوين معادلة لكل خلية مشغولة على النحو التالي UI بلس VJ يساوي CIJ حيث أن يو آي هو عبارة عن متغير خاص بالصف آي وفي جي عبارة عن متغير خاص بالعمود جي طبعا الصف والعمود اللي تقع فيه الخلية اللي احنا بدنا نشكل لها معادلة والسي آي جي هي تكلفة تلك الخلية التي نشكل لها معادلة ثانيا إيجاد حل المعادلات الخاصة بالخلايا المشغولة والسابق ذكرها في الخطوة واحد هنا إحنا شكلنا معادلات نحل هذه المعادلات بحيث أن نجد قيمة يو آي و في جي نجد قيمة يو آي و في جي ورايحين نشوف بعد شوية كيف نحل هذه المعادلات ونجد قيم يو آي و في جي ثالثا حساب التكلفة لكل خلية غير مشغولة وفقا للمعادلة التالية وهي سي اي جي ناقص يو اي بلس في جي، يعني انقل هذا انقل هذا للطرف الايمن، هذا بالنسبة لمين؟ للمعادلة الفارغة أو عفوا الخلية الفارغة أو الخلية الغير مشغولة، إذا بعد ما شكلت معادلات للخلايا المشغولة وحليتها وأوجدت يو اي وفي جي الآن أحسب التكلفة لكل خلية غير مشغولة اللي هي الفارغة وفقا للمعادلة سي آي جي ناقص يو آي بلس في جي. خلينا نشوف هذه الخطوات من خلال مثال. example find the optimal solution to transportation model by using the modified distributed method. إذا أوجد الحل الأمثل ل نموذج النقل التالي باستخدام طريقه التوزيع المعدل. طبعا هذا عندي نموذج النقل هذا زي ما احنا شايفين. عندي اربع مراكز 1 2 3 4 وعندي ثلاث مصادر 1 2 3 في المصدر الاول متوفر 30 وحده، في المصدر الثاني 60، في المصدر الثالث 80، اما المركز الاول احتياجاته 75، المركز الثاني احتياجاته 35 الثالث احتياجاته 40 والرابع احتياجاته 20، طبعا هذا المثال انا اخذته سابقا في طريقه حجر التنقل اللي هو ستيبنغ ستون، بس بدنا ناخذ نفس المثال ونحله بالطريقتين ونشوف بانه الحل المثالي نفسه سواء اتبعت طريقه حجر التنقل اللي هو المسار المتعرج او اتبعت طريقه التوزيع المعدل. إذا هذا عندي نموذج النقل، الآن بدي أوجد الحل الأولي، بدي أجد الحل الأولي، هنا رايح أنا أجد الحل الأولي باستخدام طريقة الزاوية الشمالية الغربية، وأنا حكيت أني آآ آآ سابقا أني ألجأ لطريقة الزاوية الشمالية الغربية وهي لسرعة إيجاد الحل فيها، لسرعة إيجاد الحل فيها، بالرغم أنه في أحد الأمثلة لاحقا رايح أستخدم فيه طريقة أخرى عشان ننوع إن بالطرق الآن اذا هذا الجدول نجد الحل الأولي باستخدام طريقة الزاوية الشمالية الغربية معناته رايح هون يكون عندي 30 آه رايح يكون هون 0 0 0 هون رايح يظل 45 اذا هون 45 يظل هون 0 15 رايح يكون هون عندي 15 15 رايح يكون هون عندي آه 20 20 مش هيك هون رايح يكون 40 ورايح هون يكون 20 وهي رايحين نشوف الجدول التالي اذا هاي طريقه الزاويه الشماليه الغربيه اوجدنا الحل الاول زي ما حكيت 30 هون 45 15 20 20 20 اذا هذا هو جدول الحل الاول يعني كم منع الخليه عندي فارغه 3 4 5 6 خلايا فارغه وست خلايا مشغوله وست خلايا مشغوله لاحظوا خلينا نتذكر شو الخطوه الاولى اللي حكيناها الخطوه الاولى اللي حكيتها هو تشكيل معادلات للخلايا المشغوله على الصوره يو اي بلس يساوي سي اي حيث يو اي يرتبط بالصف و جي يرتبط بالعمود وسي اي جي تكلفه الخليه التي نشكل لها المعادله اذا الخليه الاولى هي اكس 11 هيها معناته تقع بالصف الأول والعمود الأول معناته U1 بلس V1 يساوي CIG اللي هي C119 إذا U1 بلس V1 يساوي 9 هي هي U1 بلس V1 يساوي 9 U1 هو الصف اللي تقع فيه و 1 العمود اللي تقع فيه و9 هي تكلفة هذه الخلية الآن ما ظلش خلايا مشغولة ننتقل للصف الثاني هذه الخليه شو راح يكون عم تقع بالصف الثاني معناته يو 2 معناته يو 2 زائد تقع بالعمود الاول في 1 اذا يو 2 بلس بي 1 يساوي 2 هاي يو 2 بلس بي 1 يساوي 2 الان الخليه الثالثه تقع بالصف الثاني والعمود الثاني معناته يو 2 بلس بي 2 يساوي 8 هاي يو 2 بلس بي 2 يساوي 8 الان الخلية هاي فارغة والخلية فارغة ننتقل للصف الثالث هذه فارغة الخلية الثالث هذه بأنو صف ثلاثة وأنو عمود الثاني معناته U3 بلس V2 يساوي ثلاثة U3 بلس V2 يساوي ثلاثة هيها U3 بلس V2 يساوي ثلاثة ننتقل للي بعدها تقع بالصف الثالث والعمود الثالث إذا U3 زائد V3 تساوي كم عشرة إذا U3 بلس V3 يساوي عشرة الخلية الأخيرة تقع بالصف الثالث والعمود الرابع معناته U3 بلس V4 U3 بلس V4 يساوي كم يساوي ثمانية إذا هذه المعادلات الستة هي معادلات الخلايا المشغولة الخلايا المشغولة خليني مثلا أحكي أنه هاي كيف شكلت لها معادلة هذه هاي مشغولة كيف شكلنا لها معادلة أولا هي تقع بالصف الثاني والعمود الثاني معناته الصف الثاني نربز له U2 زائد العمود الثاني V2 لأنه الصف U والعمود V إذا U2 بلس V2 يساوي التكلفة هذه اللي هي C22 يساوي 8 مثلا لو أخذنا الخلية هذه هذه تقع بالصف الثالث والعمود الثالث إذا U3 بلس V3 يساوي كم عشرة يساوي عشرة مثلا الخلية هذه كيف الشكل لها معادلة تقع بالصف الثالث والعمود الرابع معناته U3 زائد V4 يساوي ثمانية يساوي ثمانية إذا ملاحظين عندي كيف نشكل المعادلات هذه الخلايا المشغولة إذا شكلنا معادلات هي ست معادلة الآن كيف بدي أحل هذه المعادلة كيف بدي أحل هذه المعادلة أبدأ من المعادلة الأولى وأفرض إحدى المتغيرين يساوي صفر يعني من عندي أفرض فأنا فأفرض هنا u1 يساوي صفر إذا لت u1 يساوي صفر عندما أفرض u1 صفر يساوي صفر. معناته يصبح صفر زائد في1 يساوي 9 معناته في1 ماذا يساوي؟ يساوي 9، إذا في1 يساوي 9، إذا الآن أوجدت متغيرين، يو1 يساوي صفر اللي أنا فرضته، وفي1 يساوي 9 اللي بعد ما فرضت u 1 وأوجدته من هذه المعادلة. الآن أصبح عندي v 1 معروف ويو1 معروف، الان v في1 يساوي 9، أعوضه هنا منها اجد u يو2 زائد 9 يساوي 2 معناته يو2 يساوي 2 ناقص 9 يساوي ناقص 7 اذا يو2 ناقص 7 كيف اوجدته انا من هون اوجدت في1 اعوض هون في1 بال9 يصير عندي يو2 زائد 9 يساوي 2 منها يو2 يساوي 2 ناقص 9 ويساوي ناقص 7 اذا الان صار معروف عندي يو1 وفي1 ويو2 الان عندي يو2 بلس في2 يساوي 8 الان مين معروف من يو2 في2 معروفة U2 اللي هي قديش؟ ناقص 7. إذا ناقص 7 زائد في2 يساوي 8. منها في2 يساوي 8 زائد 7 ويساوي 15 ويساوي 15. ملاحظين عندي؟ هون U2 زائد في2 يساوي 8. أنا عرفنا قيمة U2 من هذه المعادلة اللي هي ناقص 7. أعوّض بدل U2 ناقص 7 هون يصير ناقص 7 زائد في2 يساوي 8. ومنها V2 يساوي 8 زائد 7 يساوي 15 إذا صرت أعرف U1 وV2 وU2 وV2 الآن نجي للمعادلة الرابعة عندي U3 بلس V2 يساوي 3 U3 بلس V2 يساوي 3 الآن V2 معروفة تساوي 15 تساوي 15 منها يصبح U3 زائد 15 يساوي 3 ومنها U3 يساوي 3 لما انقل ال 15 لهون تصير 3 ناقص 15 يساوي ناقص 12 اذا من هون V2 نعرفها 15 نعوضها هون يصير عندي U3 زائد 15 يساوي 3 ومنها U3 يساوي 3 ناقص 15 يساوي ناقص 12 الآن نجي للمعادلة الخامسة الآن U3 بلس V3 يساوي 10 مين معروف عندي؟ المعروف U3 من المعادلة اللي قبلها أوجدتها هيها U3 يساوي ناقص 12، أحط هنا ناقص 12 يصير ناقص 12 زائد V3 يساوي 10 ومنها V3 يساوي 10 زائد 12 يساوي 22 يساوي 22. الآن المعادلة الأخيرة وهي U3 بلس V4 يساوي 8. الآن U3 أظن معروف عندي اللي هو يساوي ناقص 12 يصبح ناقص 12 زائد V4 يساوي 8. منها v 4 يساوي 8 زائد 12 لما نقولها لهون ويساوي 20 ويساوي 20 اذا ملاحظين عندي كيف حلينا المعادلات حلينا المعادلات على حل اساس بدات من المعادله الاولى فيها متغيرين فرض احداهما صفر واوجدت الثاني ثم تباعا اصير اعرف اثنين واللي اعرفه اصير اعوض طبعا هون تستطيع انك تفرض في 1 يساوي صفر مش مشكله نفس الشيء ونفس النتيجه بس القيم هاي ممكن تختلف لكن بالنهاية الحل رايح يكون هو نفسه. أنا هون فرضت يو 1 فرضت يو 1 فلاحظوا فرضت يو 1 صفر ثم أوجدت من هذه المعادلة في 1 يساوي 9 عوضت في 1 هون أوجدت يو 2 يساوي ناقص 7 عوضت يو 2 هون ناقص 7 أوجدت في 2 يساوي 15 عوضت هون في 2 15 أوجدت يو 3 يساوي ناقص 12. عوضت هون يو3 ناقص 12 اوجدت في3 يساوي 22 وهون عوضت يو3 ناقص 12 اوجدت في4 يساوي 20. اذا هذه الخطوه الاولى اللي حكينا عنها والثانيه اللي هي شكلنا معادلات للخلايا المشغوله ثم حلينا هذه المعادلات. حل المعادلات يعني ايجاد قيم يو اي وفي جي، وهي يو اي وفي جي، يو1 اوجدناها في1، يو2، يو3، في v... يو 3 يو آه في 3 يو 4 في 4 كلياتهم كل المتغيرات اللي دخلت اوجدناها كل المتغيرات اللي دخلت في هذه المعادلات اوجدناها الان الخطوه اللي بعدها الخطوه رقم ثلاثة وهي حساب التكلفه لكل خليه غير مشغوله حساب التكلفه لكل خليه غير مشغوله بدي احسب التكلفه هاي لها لاحظوا في طريقة حجر التنقل او المسار المتعرج حسبنا التكلفة من خلال تشكيل مسار تشكيل مسار واخذنا تكلفة اللي نضيف لهن وطرحنا منهم مجموع تكلفة الخلايا اللي نطرح منها وعليها نجد التكلفة الان لا باسلوب اخر جد. تكلفة الخلايا الفارغة وهي على نمط المعادلة تذكروا معي بالصفحة الأولى وهي سي اي جي ناقص يو طبعا نفتح قوس لازم نفتح قوس على أساس نعمل عملية الجمع أولا ثم عملية الطرح لأنه أول شيء للأقواس إذا كان في عندي أقواس أول شيء للأقواس وبالتالي حسب العلاقة سي اي جي ناقص نفتح قوس يو اي بلس في جي هكذا أو حسب هذه المعادلة تحسب التكلفة لكل خلية فارغة الخلية الفارغة الأولى عندي هي X12 هيها X12 معناته C12 ناقص افتح قوس U1 بلس V2 لاحظين عندي هاي نأخذها من هون الرموز الرمز الأول لـ U الاندكس الأول لـ U والثاني لـ V الاندكس الأول لـ U والاندكس الثاني لـ V فإذا C12 ناقص U1 بلس V2، ويساوي؟ C12 اللي تكلفة الخلية X12، C12 تكلفتها كم؟ 7، تكلفتها 7، إذا تساوي 7 ناقص U1 هي أوجدتها هنا صفر زائد V2، V2 أوجدناها هنا قديش V2 اللي هي 15، إذا 7 ناقص 0 زائد 15 يساوي ناقص 8، إذا لاحظوا عندي كيف حسبنا تكلفة الخلية أو إذا أول خلية فارغة هي X12 أول خلية فارغة هي X12 معناته المعادلة اللي بدي أحسب لها التكلفة من خلالها وهي C12 ناقص افتح قوس U1 بلس V2 ويساوي C12 هي تكلفة الخلية X12 كم تساوي؟ تساوي 7 هي 7 ناقص ننقل الناقص نفتح القوس الآن U1 كم يساوي هاي U1 U1 يساوي صفر صفر زائد V2 وين V2 أوجدناها هيها هيها V2 يساوي 15 إذا زائد 15 يساوي ناقص 8 إذا تكلفة الخلية الأولى الفارغة X1 2 هي ناقص 8 الآن الخلية الثانية أو الخلية الفارغة الثانية وهي رقمها شو x13 هي x13 اذا الخليه x13 شو رايح يكون؟ c13 c13 ناقص ناقص افتح قوس u1 بلس b3 اذا c13 ناقص افتح قوس u1 بلس b3 خلينا نشوف x13 يساوي c13 ناقص u1 بلس b3 ويساوي c13 6 ناقص افتح قوس U1 كم؟ هيها صفر زائد V3، V3 أوجدناها هون قديش هيها؟ 22. إذا يصبح عندي 6 ناقص 22 يساوي ناقص 16 يساوي ناقص 16 إذا تكلفة الخلية الفارغة الثانية ناقص 16. الآن الخلية الثالثة الفارغة وهي X14. X14, X14. X14. شو رايح يكون عندي؟ C14. اذا الخليه اكس 1 و 4 معادله راح تكون سي 1 4 ناقص يو 1 بلس في 4 اذا سي 1 4 ناقص يو 1 بلس v 4 هيها سي 1 4 يساوي سي 1 4 ناقص افتح قوس يو 1 بلس في 4 ويساوي سي 1 4 كم 5 اذا 5 ناقص افتح قوس يو 1 هيها موجوده صفر هي يو 1 اذا صفر زائد في 4 V4 حسبناها من هنا 20، إذا 9، عفوا هنا 5 ناقص 20 ويساوي ناقص 15. إذا التكلفة الخلية الفارغة الثالثة تساوي ناقص 15. الآن خلصنا الصف الأول، الصف الثاني اللي هي X23. X23 هيها يساوي C23 ناقص U2 بلس V3 ويساوي C23 كم؟ 9 ناقص افتح قوس U2. u2 اللي هو هيو ناقص 7 ناقص 7 زائد v3 اللي هي 22 اذا 9 ناقص افتح قوس ناقص 7 زائد 22 يساوي ايش ناقص 6 يساوي ناقص 6 ثم بعدها x24 x24 شو راح يكون عندي c24 ناقص u2 بلس v4 اذا c24 ناقص U2 بلس V4 C2 4 قديش اللي هي 12 ناقص U2 اللي هي ناقص 7 زايد V4 V4 اللي هي زايد 20 اذا 12 ناقص 7 زايد 20 يساوي ناقص 1 يساوي ناقص 1 الخلية الأخيرة السادسة وهي X3 1 x3 1 تقع بالصف الثالث والعمود الاول هي رايح تكون عندي c3 1 ناقص u3 بلس v1 اذا c3 1 ناقص u3 بلس v1 ويساوي c3 1 4 ناقص افتح قوس يو 3 u3, u3 اوجدناها هون اللي هي ناقص 12 زائد v1 اللي هو 9 يساوي 1 اذا حسبنا التكلفه لجميع الخلايا الفارغه السته وكانت عن نحو التالي ناقص 8 ناقص 16 ناقص 15 ناقص 6 ناقص 1 و1 لاحظوا التكلفه لهذه الخلايا في منها موجب وفي منها ايش سالب لاحظوا اذا كانت جميعها موجبه اذا كانت جميعها موجبه او صفريه اعيد اذا كانت جميعها موجبه هاي التكلفه هذه موجبة أو صفرية هذا يعني أن هذا الجدول يمثل الحل النهائي يعني هذا الجدول يمثل الحل النهائي نفس عملية الحجر التنقل أو المسار المتعرج ذكروا معي عندما حسمنا التكلفة للخلايا الفارغة قلنا الجدول يمثل الحل النهائي إذا كانت تكلفة جميع الخلايا الفارغة موجبة أو صفرية وإن كانت على الأقل واحدة سالبة معناته الحل أو الجدول لا يمثل الحل النهائي إن تابع البحث عن الحل النهائي أو الحل الأمثل إذا هذه لاحظوا ما لهاش دخل هذه تساعدنا تساعدنا في حساب تكلفة الخلايا الفارغة هذه تساعدنا في حساب هذا لكن اللي قرر بأنه هو الحل المثالي أو ليس الحل المثالي هو تكلفة الخلايا الفارغة تكلفة الخلايا الفارغة اذا بناء على هذا الحكي انه هذه الخلايا بما انه فيها سالب هذا الجدول لن يمثل الحل النهائي معناته نتابع الحل الان كيف نتابع الحل الان شو معنى برضه هون سالب يعني انه هذه الخليه x X1-2 يستفاد منها و 1 3 يستفاد منها و 1 14 يستفاد منها و 2 23 يستفاد منها و x24 يستفاد منها, منها x31 لا يستفاد منها الآن مين اللي نأخذها أكثر فائدة؟ الأكثر فائدة هي الأقل قيمة سالمة يعني معناته أقل قيمة شو هي ناقص 16 معناته نختار هذه ونعبيها نملأها أو نشغلها نشغل الخلية الأقل تذكروا معي برضو اخترنا الأقل بالسالب في بسارة المتعارف إذا نختار هذه ونعبيها خلينا نشوف شو كتبنا إذا كانت جميع الكلف التي تم حسابها في الخطوة السابقة موجبة أو صفرية فتكون فنكون قد وصلنا إلى الحل الأمثل أما إذا كان هنا قيم سالبة فهذا يعني أننا لم نصل إلى الحل الأمثل بعد ونتابع البحث عن الحل وذلك بتحديد الخلية ذات التكلفة الأقل من بين الخلايا الفارغة التي تم حسابها إذا حددنا X13 الان بدي اشغل x13 بدي اشغل ايش x13 اذا الكلفة في السالب وفي هذه الحاله تكون الخليه x13 زي ما حكينا x13 الان على اساس انه بدي اضيف عند x13 معناته بدي خليه اضيف منها وخليه اخرى اطرح منها والبعض اطرح والبعض اضيف معناته حتى نقرر القيمه اللي نضيفها او نشغلها فيها x13 ونضيفها ونطرحها من الخلايا الأخرى يجب أن نحدد مسار مغلق لهذه الخلية اللي حددناها إحنا مين حددنا؟ X13 حددنا X13 الآن بدنا نكون نخ... مسار مغلق لهذه الخلية بدنا نكون مسار مغلق لهذه الخلية شو هو المسار المغلق؟ هو X13 نذهب إلى X11 ثم الى X21 ثم الى X22 ثم الى X32 ثم الى X33 ثم العوده الى X13 طبعا المسار المغلق بنفس الطريقه اللي شكلناه سابقا في المحاضره السابقه وهي ننطلق من عند الخليه اللي بدنا نشغلها باتجاه الخليه المشغوله بحيث يتم الانكسار بزاويه مقدارها 90 درجه نحو خلية مشغولة أخرى أو الفارغة اللي يكون بعدها مشغولة يعني لكن الانكسار يتم باتجاه مكسورة ولا مشغولة ولا يتم الانكسار باتجاه خلية فارغة إلا إذا كانت الفارغ الخلية الفارغة التي تم البدء منها أو الانطلاق منها معناته هون هي شكلنا هذا المسار x13 ثم x11 ثم x21 ثم x22 ثم x32 ثم x33 والعوده الى x13 اذا هذا المسار لاحظوا الخليه اللي بديت فيها اضيف ثم اطرح ثم اضيف ثم اطرح ثم اضيف ثم, أضيف. ثم اطرح اذا لاحظوا نطرح من وين x11 و x22 و x33 طبعا القيمة اللي نضيفها الكمية اللي نضيفها ونطرحها هي أقل قيمة من بين القيم الموجودة في الخلايا التي كتب عندها ناقص أو القيمة الأقل من قيم الخلايا التي يتم الطرح منها نطرح منها ومنها ومنها هذه مشغولة بثلاثين وهذه مشغولة بخمسة عشر وهذه مشغولة بأربعين هذا من الجدول السابق ممكن تلاحظوا لأن هون 30، هون 15، هون 40، مين القيمة الأقل؟ اللي هي ال 15، معناته أضيف هون 15، وأطرح من هون 15، وأضيف هون 15، وأطرح من هون 15، وأضيف هون 15، وأطرح من هون 15،, من هون 15. وبناء على هذا الحكي يصبح الجدول كالتالي: x 1 3 أضفنا 15، إكس 1 1 طرحنا 15، أصبحت 15، x21 اضفنا 15 اصبحت 60 و x22 طرحنا 15 اصبحت 0 و x32 اضفنا 15 اصبحت 95 و عفوا هنا مش 95 هون 35 اصبحت 35 وهنا آه اللي هي x33 اضفنا 15 اصبحت آه طرحنا 15 اصبحت 25 وهذه ظلت زي ما هي خليني أعيد. إذا من هون أضفنا، وهون طرحنا، هون أضفنا، هون طرحنا، هون أضفنا، وهون طرحنا، مش هيك؟ الآن هذه كانت صفر، لما أضفنا أصبحت 15، كانت صفر، لما أضفت لها أصبحت 15، هذه كانت 30، لما طرحت 15 أصبحت 15، كانت 30، لما طرحت منها 15 أصبحت 15، هذه كانت 45، لما أضفت لها عشر أصبحت ستين كانت خمسة وأربعين لما أضفت لها عشر أصبحت ستين هنا كانت عشر لما طرحت عشر أصبحت صفر هنا كانت عشرين لما أضفت عشر أصبحت خمسة وثلاثين هذه ثلاثة خمسة هذه كانت أربعين لما طرحت عشر أصبحت خمسة وعشرين وهي هذه 15 وال20 هذه زي ما هي الان حصلنا على جدول حل ثاني حصلنا على جدول حل ثاني الان نختبر هذا الجدول هل يمثل الحل الامثل او لا يمثل الحل الامثل الان كيف نختبر هذا الجدول ان كان يمثل الحل الامثل ام لا بنفس الخطوات نشكل معادلات للخلايا المشغولة لهذه وهذه الخلايا المشغولة جميعها ونحل هذه المعادلات طبعا تشكيلها اللي هو تذكروا مع يو اي بلس بي جي يساوي سي اي جي اذا نشكل معادلات للخلايا المشغولة وفقا للمعادلة يو اي بلس جي يساوي سي اي جي ثم نحل هذه المعادلات بحيث نجد يو قيم يو اي التي دخلت في تشكيل المعادلات بعدها نحسب كلف الخلايا الفارغه وفقا للعلاقه او اه وفقا للعلاقه او المعادله وهي سي اي جي ناقص نفتح قوس يو اي بلس اذا لاحظوا الخطوه هون نختبر مثاليه الحل في الجدول وذلك من خلال تكوين المعادلات وايجاد حلولها وايجاد تكلفه الخلايا الفارغه الغير مشغوله هذا حكيته الحكي والان ابدا اشكل للخلايا المشغوله طبعا الجدول يعني افضل بانه يكون ما بين ايديكو عندما نقرا هذه الصفحه انت عندك فايل بي دي اف اعمل له برنت او حطه على جنب وشوف شو المعادلات اذا الان الخلايا المشغوله هي عندي x11 فيصبح u1 بلس v1 يساوي 9 هذه الخليه المشغوله الاولى هاي المعادله من الخليه المشغوله الاولى المعادله الثانيه اللي هي u1 بلس v3 يساوي 6 اللي هي الخليه x13 المشغوله هذه معادلاتها ثم U2 بلس V1 يساوي 2، اللي هي الخليه X21، X21، ثم الخليه X32، اللي هي U3 بلس V2 يساوي 3، ثم الخليه X33، U3 بلس V3 يساوي 10، ثم الخليه X34، U3 بلس V4 يساوي 8، يساوي 8، الآن بدنا نحل هذه المعادلات. الآن فرضت أنا U1 يساوي صفر منها V1 يساوي 9 منها V1 يساوي 9 الآن أجي هنا ما فيش V1 أنا U1 آه صفر معناته V3 يساوي إيش 6 هنا عندي V1 9 اجد u U2 يساوي ناقص 7 هنا عندي آه آه شوفي عندنا هنا آه U3 عند يو 2 أوجدناها هنا هنا يو 3 بلس في 2 عند يو 3 بلس في 3 في 3 هيني أوجدتها 6 لو عوضتها هنا أوجد يو 3 يساوي 4 أوجدت يو 3 يساوي 4 أعوضها هنا أوجد في 2 يساوي سالب 1 أوجدت هنا يو 3 أعوضها هنا منها أوجد في 4 يساوي 4 لاحظوا الشرط انه بالتسلسل لاحظ انا هون لما صرت هنا انتقلت للمعادلة هذه قبل هذه، لأنه أنا هون لا يو 3 معروفة معي ولا في 2 معروفة معي، لكن هذه لاحظوا هنا في 3 معروفة معي هيها 6، إذا أعوضها هنا أوجد يو 3 الآن أوجدت يو 3 أرجع لهذه أعوض يو 3 هنا منها أجد في 2 الآن وأجي لهون أوجد في 4. لاحظين يعني ممكن نقفز من هون لهون لهون لكن المحصلة الحل مضمون 100% لانه يشكل معادلات وتفرض لكن مش بتسلسل ممكن تقفز من بعد تنتين ترجع بعد شويه الى اخره لكن الحل مضمون ورايح تجد لجميع يو اي وفي جي قيم هنا اوجدنا قيم يو اي وفي جي اللي هي زي ما احنا شايفين هنا يو 1 في 1 الى اخره الآن نحسب التكلفة للخلايا الفارغة الخلية الأولى وهي X12 X12 عبارة عن C12 ناقص U1 بلس B2 C12 اللي هي 7 ناقص U1 كم؟ 0 زائد V2 V2 اللي هي ناقص -1, 1 يساوي 8 لاحظوا مباشرة نقول بأنه هاي لا يستفاد منها هذه لا يستفاد منها الآن C14 يساوي C1 عفوا X1 4 يساوي C1 4 ناقص U1 بلس v 4 5 ناقص 0 زائد 4 يساوي 1 أيضا لا يستفاد منها X2 2 يصبح عندي C2 2 ناقص U2 بلس بي 2 يساوي 8 ناقص ناقص 7 زائد ناقص 1 يساوي 16 أيضا لا يستفاد منها X2 3 يساوي عبارة عن C2 3 ناقص U2 بلس بي 3 يساوي 9 ناقص ناقص 7 زائد 6 يساوي 10 ايضا لا يستفاد منها x2 4 عبارة عن c2 4 ناقص u2 بلس بي 4 يساوي 12 ناقص ناقص 7 زائد 4 يساوي اللي هي قديش عندنا 15 واخيرا اكس 3 1 عباره عن سي 3 1 -U3 -B1 ناقص يو 3 بلس بي 1 ويساوي 4 ناقص افتح قوس 6 زائد 9 ويساوي ناقص 11. اذا لاحظوا الخلايا الخمس الاوائل لا يستفاد منها يستفاد من الخليه السادسه اللي هي اكس 3 1. لاحظوا عندي كيف حسبناهم هذه عبارة عن تكلفة الخلية هذه موجودة في الجدول. U1 V1 موجودات هون من الحل من الخطوة السابقة. برضه هون U2 V3 U3V1, U2V4 هذه موجوده هون من الخطوه السابقه. اذا الان الخليه اللي يستفاد منها X31 نشكل من لها ايش؟ آه، مسار مغلق بحيث نحدد الخليه اللي نطرح منها والخليه اللي نضيف الها ومقدار الكميه اللي نضيفها ونطرحها. الان من عند X31 نذهب إلى x11 x31 إلى x11 ثم إلى x13 ثم إلى x33 والعودة إلى x31 هذا المسار عرفنا كيف نشكله من المحاضرات السابقة وهي كمان عنا برضه الآن نشكل الآن لاحظوا نضيف نطرح نضيف نطرح نطرح من وين؟ من x11 و 33 x11 و 33 X11 فيها 15 و X33 فيها 25 الأقل هي 15 إذا رايح أضيف هون 15 وأطرح هون 15 وأضيف هون 15 وأطرح هون إيش 15 لاحظين عندي الآن رايح يصبح الجدول على النحو التالي رايح يصبح الجدول على النحو التالي هون أضفت 15 هذه اطرح 15 تصبح صفر، هون اضيف 15 تصبح 30، هون اطرح 15 تصبح 10. إذا يصبح عندي 60، 15، 35، 30، 10 وهون 20، لاحظوا دائما بدنا نحافظ على التوازن هذا المجموع يساوي 30، المجموع يساوي 60، المجموع يساوي 80، المجموع هون يساوي 75، المجموع هون يساوي 35، المجموع هون 40، والمجموع هون 20. إذا أصبح عندي الجدول هون 30 60 15 35 10 20 الان ايضا نختبر هذا الجدول ان كان يمثل الحل الامثل ام لا طبعا بنفس الاسلوب وهي تشكيل معادلات للخلايا المشغولة تشكيل معادلات الخلايا المشغولة واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة وفقا للمعادلة يو اي بلس VJ يساوي سي اي للصف Vj للعمود طبعا اللي تقع فيهم الخلية اللي نشكل لها معادلة وسي اي هي تكلفة الخلية اللي نشكل لها معادلة الآن ننتقل أي شكلنا هذه المعادلة اللي هي للخلايا طبعا عندي الخلية الأولى اللي هي x13 معناته يو 1 بلس بي 3 يساوي 6 بعدين اكس 2 1 يو 2 بلس بي 1 يساوي 2 بعديها اكس 3 1 يو 3 بلس بي 1 يساوي 4 بعديها اكس 3 2 يو 3 بلس بي 2 يساوي 3 بعديها اكس 3 3 اللي هي يو 3 بلس بي 3 يساوي 10 بعديها اكس 3 4 يو 3 بلس بي 4 يساوي 4 الان لما فرضت يو 1 يساوي 0 معناته V3 يساوي 6 وهكذا نتابع لاحظوا أوجدت V هون شو أوجدنا V3 و 1 V3 آجي لهنا V3 أوجد U3 لما أوجد U3 أرجع هنا أوجد V2 أرجع هنا أوجد V1 لما أوجد V1 هنا أستطيع أني أجد U2 وهو أرجع هنا إذا لاحظوا عندي هون أوجدت U1 و 2 الآن U1 و V2 لا أستطيع أستخدمها لا بالأولى ولا بالثاني ال ولا بالثالثة لكن بالرابعة على أساس V3 ملاحظين إذا بعد الأولى قفزت للخامسة بعدها رجعت للرابعة ثم الثالثة ثم الثاني ثم رجعت للسادسة وأوجدت U1 و 1 وأوجدت U1 و 1 الآن شو نعمل؟ نحسب التكلفة للخلايا الغير مشغولة أو الخلايا الفارغة الخلية الأولى X11 اللي هي C11 ناقص U1 بلس V1 يساوي هنا تسعة لا يستفاد منها X12 C12 ناقص U1 بلس V2 عبارة عن 7 ناقص 0 زائد ناقص 1 يساوي 8 أيضا لا يستفاد منها X14 C14 ناقص U1 بلس V4 يساوي 5 ناقص 0 زائد 4 يساوي 1 أيضا لا يستفاد منها لاحظوا ليش لا يستفاد منها لأنه موجب احنا قلنا يستفاد منها إذا كانت سالبه x22 يس... c22 ناقص u2 بلس v2 اللي يساوي 7 برضه لا يستفاد منها x 2 3 اللي هي يس... c23 ناقص u2 بلس v3 يساوي 9 ناقص 2 زائد 6 يساوي 1 ايضا لا يستفاد منها واخيرا x X2 4 c24 ناقص u2 بلس v4 يساوي 12 ناقص 2 زائد 4 يساوي 6 ايضا لا يستفاد منها إذا لاحظوا التكلفة لجميع الخلايا الفارغة كانت موجبة، وهذا يعني حسب ما حكينا إنه إذا كانت التكلفة لجميع الخلايا الفارغة موجبة أو صفرية، هذا يعني أن الجدول يمثل الحل الأمثل، أن هذا الجدول يمثل الحل الأمثل، وعليه فإن الجدول السابق اللي هو شو كان عندي؟ أه

زائد عشرة في عشرة زائد 20 في ثمانية راح يساوي وخمسة 725 اذا التكاليف او الحل المثالي لهذا النموذج النقل حسب طريقه التوزيع المعدله يساوي وخمسة 725 وهي اقل تكلفه يمكن تحقيقها. طبعا اذا رجعت الى هذا المثال واللي حليناه وفقا لطريقه المسار المتعرج او حجر التنقل رايح تجد ايضا التكلفه 725 لان اختلاف الطريقه او اختيار الطريقه لا يغير الحل الامثل نهائيا لانه لو كان يغير الحل الامثل اذا لكانت هذه الطريقه سيئه لا يمكن اتباعها اذا الحل رايح يكون واحد في جميع الحالات وجميع الطرق هذه هي طريقه التوزيع المعدله طبعا رايح اعطي كمان محاضره بمثالين ايضا لكن الخطوات رايح اختصرها على امل انكم تدرسوا هذه المحاضره وكل امل بانكم لما اعطي المحاضره هذه تكونوا انتم متقنين كيفيه تكوين المعادلات، حل المعادلات، ثم حساب التكلفه لكل خليه فارغه وبعدها تقرر انه هذا الجدول يمثل الحل الامثل او لا يمثل الحل الامثل، وان لم يمثل التابع البحث عن الحل. هذا هو طريقة التوزيع المعدل